تحية لكم، برنامج الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد المتحف المصري الكبير نقلة كبرى في القوة الناعمة المصرية. سنة 2002 وضع الأساس لهذا المتحف الكبير اللي هو أحد أكبر المتاحف في عالم اليوم. هذا المتحف على 117 فدان، نتكلم على مساحة هائلة لهذا المتحف الكبير، متوقع أن يزوره ملايين الزائرين سنويا، حوالي 5 مليون زائر متوقع سنويا. ما يجب أن نعرفه عن المتحف المصري الكبير؟ نمرة واحد، المساحة زي ما قلت لحضراتكم مساحة كبيرة جدا، 117 فدان. هذه المساحة جواها 100 ألف من المباني والمنشآت، 100 ألف متر مربع. 100 ألف متر مربع منشآت، نصهم تقريبا 50 ألف متر مربع، دي قاعات لعرض الآثار المصرية، يعني أكتر من 10 فدان عشان نعرض عليه الآثار المصرية. وال50 ألف متر مربع التانيين موجودين عليهم بقى مراكز أبحاث وحاجات يعني مساعدة لعمل المتحف الكبير. فمثلا في 19 معمل للترميم في مركز كبير للبحوث، يبقى إذن 100 ألف متر مربع من المنشآت نصهم صالات عرض ونصهم التاني فيهم مختبرات ومعامل ومراكز أبحاث لخدمة المتحف الكبير. نمرة 2، الشكل المثلثي. في نظرية لعالم بولندي بيقول فيها هندسيا بيكون في شكل جمالي لو مثلثات كبيرة وبعدين تبقى أصغر فأصغر، اللي هو الشكل اللانهائي للمثلثات. ده اتعمل في المتحف الكبير فبيلاقي إن الشكل رائع للغاية. نمرة 3، الدرج العظيم اللي هو المدخل الرئيسي أو البهو الرئيسي للمتحف. اللي هيدخل هيلاقي تمثال الملك رمسيس الثاني، تمثال الملك سونسرت، هيلاقي تمثال كمان لملك أبسماتيك الأول. فبنتكلم على مجرد دخول البهو بنلاقي على طول إبهار الحضارة المصرية العظيمة. نمرة 4، الحديقة المتحفية. إن في حديقة ملحقة بهذا المتحف الكبير هيكون فيها أشجار كانت معتادة الزراعة والتواجد في العصر المصري الفرعوني، يعني حتى البيئة المحيطة الأشجار دي كانت شائعة في العصر الفرعوني، هي الأشجار هتكون موجودة بالأساس في الحديقة المتحفية. نمرة 5، الممشى السياحي. من هذا المتحف الكبير إلى الأهرامات في ممشى رائع تاخدها مشي من المتحف للأهرامات أو من الأهرامات إلى المتحف، إنما كمان هيكون في وسيلة مواصلات راقية وبيئية للي هو عايز ياخد وسيلة مواصلات بين الأهرامات وبين المتحف الكبير. نمرة 6، اللغات الثلاث المستخدمة في هذا المتحف، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، واللغة الهيروغليفية. طبعا اللغة الهيروغليفية استخدامها هو استخدام رمزي، ان دي حضارة عمرها آلاف السنين، فاحنا بنشرح باللغة بتاعتنا اللغة العربية، واللغة العالمية الأشهر اللغة الإنجليزية، واللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، علشان اللي بيشوف وبيقرأ كمان لما يلاقي هذه اللغة وهو مش عارف معنى هذه اللغة لكن هيعرف ان دي لغة بقالها آلاف السنين من الحضارة المصرية القديمة. ايضا نمرة 7، زي ما قلت لحضراتكم انه 100 ألف متر مربع لها المنشآت نصها صالات عرض، ايضا برضو رقم 100 ألف موجود معانا في عدد القطع الاثرية المعروضة. في 50 ألف قطعة اثرية معروضة، رقم مهول جدا، لكن برضو في حوالي 50 ألف موجودة في المخازن، وبالتالي المجمل اللي موجود في المتحف ما بين عرض او عرض لاحق فيما بعد حوالي 100 ألف قطعة اثرية مصرية. والنقطة الاخيرة 8، القانون المنظم لعمل المتحف. في مجلس الأمناء، السيد رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمناء، في أعضاء في مجلس الأمناء، تحتيه في مجلس الإدارة وزير الآثار هو رئيس مجلس الإدارة، ثم أعضاء مجلس الإدارة، في الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير وتحتيه نائبين. إذا مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، نواب الرئيس التنفيذي.
من عام 2002 بدأ العمل في هذا المشروع العظيم، إلا إنه في السنوات الأخيرة كان في تسارع كبير جدا جدا في الأداء، ورؤية الرئيس السيسي إنه في عام 2023 يتم افتتاح المتحف الكبير بحضور ملوك ورؤساء وقادة كثر من حول العالم. المتحف المصري الكبير أحد أكبر متاحف العالم، ركيزة أساسية ونقلة كبرى في القوة الناعمة المصرية. 2 خارج الشمس، مركبة الفضاء التي دخلت عالم الأبد. وكالة ناسا سنة 77 أطلقت مسبار فضائي اسمه فويجر. هذا المسبار الفضائي 1 و2، الفكرة بتاعته لما اتعمل ان هذا المسبار يمشي كده الى الأبد، يعني يكون موجود، يعني يعدي المجموعة الشمسية ويخش بقى في المجرة ويكمل حياته، يعني مش هيرجع مرة تانية ولا هينفجر قدامنا تنتهي مهمته، ولا هيكون من الحطام الفضائي اللي موجود، إنما هيطلع بره المجموعة الشمسية ويغادر. طبعا الموضوع ده في منتهى الجاذبية العلمية علشان نعرف إزاي إن في مشروع زي ده بهذا الطموح الكبير جدا. لأن إيه الطموح بتاعه؟ بيحاول يصل إلى هل في كائنات فضائية فعلا موجودة؟ هل في حضارات تانية غير الحضارة اللي موجودة عندنا في كوكب الأرض؟ ففوياتشر ده أساس فكرة إرساله هو البحث عن حضارات كونية في هذا الكون الفسيح. هذا المسبار الفضائي موجود عليه أسطوانة ذهبية. هذه الأسطوانة الذهبية اللي موجودة عليه فيها أصوات كتيرة، أصوات بعدة لغات، عشان لو كائنات فضائية يعني وقع هذا المسبار قدامها أو تحصلت عليه تعرف من هذه الأصوات بعدة لغات حول العالم، وعدة أصوات وفيها أغاني وفيها أناشيد وفيها رسائل وفيها كلام كتير جدا، لعل وعسى إن في أي لغة أو أي طريقة ممكن بيها لو حضارات أخرى موجودة في الكون تعرف إيه اللي إحنا بعتناه من كوكب الأرض. طبعا الموضوع ده علميا في منتهى الصعوبة، لأن موضوع الجاذبية في الأرض صعب جدا. عشان تعدي الجاذبية الأرضية العلماء خدوا كتير لغاية ما وصلوا للفضاء وعدوا الجاذبية الأرضية، لكن المرة دي مش بتعدي جاذبية الأرض، بتعدي جاذبية الشمس، تطلع بره المجموعة الشمسية. ده طبعا خيال انه حد يفكر انه يطلع بره جاذبية الشمس ويغادر المجموعة الشمسية وينطلق في هذه المجرة الفسيحة، مجرة درب التبانة اللي احنا بننتمي اليها كمجموعة شمسية. فهذه الفكرة انك تصل الى جاذبية، ان انت تقاوم جاذبية الشمس وتبعد، كان فيها جهد علمي كبير جدا. هو طلع هذا المسبار سنة كام؟ 77. يدوب 78 79 بدأ يبعت صور رائعة جدا وقريبة جدا لكواكب المجموعة الشمسية. سنة 80 صور أخرى، وكان من مسافة قريبة جدا، حوالي 3 مليون كيلو. طبعا حد هيقول 3 مليون كيلو صورة قريبة؟ قريبة جدا جدا، أقرب مما تتخيل، يعني في هذا الكون الفسيح ولا عملاق ولا نهائي، 3 مليون كيلو ده معناه مسافة قريبة جدا جدا. فالصور دي كانت صور واضحة جدا ورائعة لأكثر من كوكب من كواكب المجموعة الشمسية. بعد كده سنة 2013 حصل بقى النجاح الكبير جدا، إن هذا المسبار استطاع أن يغادر المجموعة الشمسية، أخيرا طلع بره المجموعة الشمسية وبره جاذبية الشمس، وانطلق فيما يسميه بعض الإعلام العالمي عالم الأبد، راح بقى إلى اللانهاية في المجرة وفي ربما مجرات أخرى لاحقا إذا كتب له البقاء. لكن طبعا سنة 2020 لقينا هذا المسبار ما قدرش يبعت يعني صور كويس زي الأول، تعطل شوية، كمان بقى مشوش في إنه يقول هو فين، يعني مش عارف يحدد بالضبط المكان اللي هو فيه خارج المجموعة الشمسية. العلماء قالوا ده طبيعي لأنه في أشعة قوية جدا جدا موجودة وبالتالي أثرت عليه، كمان الطاقة المستخدمة بدأت تقل، فهم يعني قاموا بإطفاء بعض الحاجات اللي موجودة جوه المسبار عشان خاطر يقدر يكمل لمسافة أبعد في أمل أنه يكمل 2025. لكن كمان تم إصلاح قواعد أرضية للتعامل مع المسبار ورجع تاني يبعت صور من جديد في 2023. طبعا العلماء كانوا مستنيين لعل وعسى حد يلاقي هذا المسبار من الكائنات الفضائية
ويرد علينا أو تصل لي هذه الرسالة. لكن طبعا حتى الآن ما وصلش أي شيء من هذه الكائنات، ولا حصل إن أي حضارة كونية قدرت تعثر على هذا المسبار. عشان نوضح على السبورة بطريقة يعني بسيطة هذه الفكرة الجذابة، فكرة تبعت مركبة فضاء وعايز إنها كمان تطلع بره المجموعة الشمسية وتغادر. حضراتكم احنا عارفين إنه أدي الشمس، طبعا فضل الشمس وحواليها الكواكب. لكن لو قلنا إنه يعني الشمس هنا، فإحنا أول كوكب عطارد، وبعدين الزهرة، وبعدين الأرض، وبعدين المريخ، وانت ماشي بقى هذه الكواكب لغاية ما توصل نبتون، آخر حاجة نبتون. فإحنا موقعنا جيراننا المريخ والزهرة، إحنا بين الاتنين. عشان كده حتى اللي بيقولوا إن في كائنات فضائية تواصلوا إلى كوكب الزهرة، لأنه كوكب قريب من الأرض، فإحنا بين الزهرة وبين المريخ. لما بتطلع بقى مركبة فضاء قبل كده، أنت عايز تطلع بره جاذبية الأرض نفسها، تطلع يعني للفضاء الخارجي، مجهود كبير جدا. المرة دي بقى فياجر ده مش بقى بيعدي الأرض أو حتى يوصل المريخ، ده بيغادر كل هذه المجموعة الشمسية دي كلها على بعضها، بالشمس، بكل هذه الكواكب، بالكويكبات، بالنيازك، بالمذنبات، بكل الفضاء العملاق في المجموعة الشمسية، ويطلع براه إلى مجموعة شمسية أخرى داخل مجرة درب التبانة، المجرة العملاقة. فده شيء خيالي. من 77 مشي هذا المسبار، قلت لحضراتكم سنة 2013، ده تاريخ مهم جدا، كان لأول مرة في مركبة فضاء في التاريخ شيء من صنع البشر يقدر يعدي المجموعة الشمسية دي كلها ويغادر جاذبية الشمس ومركز الشمس وكل النظام الشمسي، ويروح إلى نظام شمسي آخر أو إلى نظام نجمي آخر داخل هذا الكون الفسيح. الحقيقة إن علوم الفضاء دائما ممتعة وجذابة جدا، ومتابعة فيجر الحقيقة من الأشياء الرائعة للغاية، لأن برضو لعل وعسى وبيكمل في مجموعة شمسية أخرى نلاقي حضارات أخرى أو كائنات أخرى تقدر ترد على هذه الرسائل لما تصل إليها. إذن خارج الشمس ولأول مرة بقى عندنا مركبات فضاء تدخل ما يمكن تسميته عالم الأبد. ثلاثة، بريطانيا بعد 1000 يوم من مغادرة أوروبا، الإضرابات والركود. حضراتكم سنة 73 كان في المجموعة الأوروبية اللي هي نواة الاتحاد الأوروبي، 6 دول انضمت إليهم بريطانيا. فلما كانوا 6 دول بريطانيا انضمت مع آمال كبيرة جدا داخل الاتحاد الأوروبي القادم. لكن لما الاتحاد اكتمل وبقى 27 دولة للاتحاد الأوروبي، لقينا بعد كده بريطانيا بتغادر هذا الاتحاد فيما سمي البريكزيت، خروج استفتاء ثم خروج من الاتحاد الأوروبي 52% مقابل 48%، وتم تنفيذ هذا الخروج الكبير أو البريكزيت. إنما بريطانيا عانت كتير جدا، دلوقتي عدى أكتر من 1000 يوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في الأول كان تقدير القادة البريطانيين إن الخروج في مصلحة بريطانيا، ويؤدي إلى قوة اقتصاد بريطانيا وإلى انتعاش اقتصاد بريطانيا. لكن في الواقع التوقعات دي ما كانتش صحيحة، لأن اللي حصل هو العكس، إن بريطانيا الدولة الوحيدة في الدول 7 الصناعية الكبرى اللي تأثرت أكتر في السنوات الأخيرة. يعني بريطانيا الدولة الوحيدة اللي حصل عندها انكماش في عام 21 من الدول 7 الصناعية الكبرى. في تقرير طلع أول 2023 من صندوق النقد الدولي بيقول إن برضو بريطانيا في 2023 الدولة الوحيدة في الدول 7 الصناعية الكبرى اللي هيكون عندها ركود اقتصادي. يبقى إذا من انكماش إلى ركود إلى تراجع كبير في معدل النمو، دي من أول مظاهر وعلامات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والآن بعد 1000 يوم تبدو الأمور أصعب. نمرة 2، يعني غير الركود والانكماش وما إلى ذلك، في الإضرابات.
كل شوية في إضراب في بريطانيا. في شهر واحد السنة الماضية حجم الإضراب حوالي 500,000 يوم عمل، فحجم التعطيل بقى كبير جدا في بريطانيا. منذ أيام كان في إضراب كبير جدا، هو الأكبر منذ 10 سنوات في بريطانيا، 500,000 شاركوا في يوم واحد من معلمين، أساتذة جامعات، مسؤولين في نظام أمني للمنازل ونظام أمني للشركات أو موظفي أمن، سائقي القطارات، يعني ناس كتيرة، 7 نقابات شاركت في هذا الإضراب الكبير الأكبر في بريطانيا منذ 10 سنوات. الحكومة حاليا، حزب المحافظين، بيتهم حزب العمال إن حزب العمال وراء تحريض النقابات على أو دعم هذه النقابات في هذه الإضرابات. فحزب المحافظين بيفكر يقدم مشروع قانون بتجريم الإضراب، بمعنى إنه أي حد هيشارك في إضراب في بريطانيا حتى لو هذا الإضراب قانوني، دعت له النقابة ووقع عليه بالطريقة المعروفة، هيتم تجريم ذلك بما فيه فصل تماما من العمل. النقابات بتهاجم مشروع القانون ده وتقول إن من حق العامل إن هو يضرب، إنما فكرة إن هو يفصل من العمل في حال الإضراب دي فكرة ضد الثقافة والسياسة والتراث البريطاني. في كل الأحوال هذه الإضرابات أدت إلى ضعف كبير جدا في أداء الدولة البريطانية. اللي يزور بريطانيا هيلاقي الفنادق ما فيهاش خدمة زي زمان، وممكن يلاقي بدل 20 موظف في 10 بس الموجودين. اللي يروح مرافق كتيرة جدا يلاقي عدد قليل من الموظفين موجود. ده ليه؟ لأن قبل كده كان الاتحاد الأوروبي لما كانت بريطانيا موجودة فيه كان في عمال كتير جدا من رومانيا وبلغاريا وشرق أوروبا موجودين بمرتبات قليلة مقبولة في بريطانيا، كانوا بيسدوا كل هذه الخدمات. لكن لما شرق أوروبا خلاص ما قدرتش تروح بريطانيا وفي قواعد جديدة للعمل في بريطانيا، أصبح إن في أماكن كتيرة جدا ما فيهاش موظفين كفاية العمل. يعني في حوالي 1,000,000 وظيفة شاغرة في بريطانيا، إن ما فيش حد بيشتغل في هذه الوظيفة، فمعالم الأزمة الاقتصادية واضحة في بريطانيا. وأخيرا عدم الاستقرار السياسي، إن بريطانيا نتيجة ذلك كله عندها درجة من عدم الاستقرار السياسي، استقرار داخل الحكومة. يعني في وقت قليل كانت حكومة بوريس جونسون وبعد كده استقال وفكر يرجع تاني، وجت حكومة ليستراس وبعد كده كام يوم يدوب واستقالت، وبعد كده جه ريشي سوناك الآن. فبنتكلم في 3 حكومات في وقت قليل جدا، ولا يزال هناك عدم استقرار حكومي في بريطانيا، نتيجة البعض يتوقع إن ريشي سوناك ممكن نفسه ما يكملش لمدة سنة. إذن 1,000 يوم من الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 50 سنة في أوروبا لم يحدث ما كان متوقعا من قبل بعض الإنجليز إنه هيكون فترة رواج وازدهار وانتعاش خارج أوروبا، بالعكس ركود وانكماش ونقص في العمالة وعدم استقرار حكومي. وفاصل ونكمل. أربعة، هل تصبح المالديف مثل قارة أطلانتس الغارقة؟ التغير المناخي حضراتكم بقى مؤثر جدا في العالم، مش بس لأنه الجو بيبقى حر عند بعض الناس، بنتكلم على عواصف شديدة، على فيضانات مدمرة في دول كتيرة زي باكستان، بنتكلم على احتمالات غرق بعض الدول في العالم، مش غرق بعض المدن ولا غرق بعض الجزر الصغيرة، إنما غرق بعض الدول، دول كاملة عرضة للاختفاء التام من خريطة العالم. سنة 90 اتعمل تحالف للدول الجزرية، اللي هي الدول اللي عبارة عن جزر. في دول كبيرة زي كوبا موجودة في هذا الإطار، زي المالديف موجودة في هذا الإطار، دومينيكان موجودة في هذا الإطار، إنما كمان في دول تانية صغيرة قوي يمكن ما نسمعش عنها كتير، إنما موجودة في هذا التحالف اللي اتعمل للدول الجزرية سنة 90. الدول دي ليها 50 دولة خايفة من تغير المناخ، لأنه بقى مش السواحل هتغرق أو مدن هتتأثر أو تصحر في بعض الأماكن، إنما غرق الدولة بالكامل. دولة زي المالديف بتقول إحنا بنطلعش كربون من عندنا، الآخرين طلعوا كربون، وإحنا بعد كده الدولة هتغرق لو استمر ذلك. في المالديف حضراتكم أكتر من 1,200 جزيرة،
فيها عدم الجزر اللي فيها عدد من السكان، عدد السكان قليل حوالي 500,000 نسمة، أغلبها من المسلمين وأقليات دينية. المالديف مقصد سياحي من الدول الجميلة جدا في العالم، لكن المالديف عرضة للاختفاء التام، إنها تغرق تماما، وإنها في هذه الحالة مش هيصبح في مالديف ربما بعد 30 أو 40 سنة إذا استمر الاحتباس الحراري عند ذلك الحد. البعض بيقدم أطروحات كتيرة جدا علشان خاطر نوقف هذا الاحتباس الحراري، وفي مؤتمر شرم الشيخ قدمت حلول كثيرة جدا، لكن إيه درجة التزام ومدى التزام الدول الكبرى للمنتجة للكربون بهذه الأطروحات؟ بيل جيتس الملياردير العالمي مؤسس شركة مايكروسوفت اقترح أنه مواد كيميائية تطلع طائرات على ارتفاع شاهق جدا وتنثر هذه المواد الكيميائية في الجو في مساحات كبيرة من كوكب الأرض. هذه المواد الكيميائية تحجب أشعة الشمس ما تنزلش إلى الأرض بنفس الكثافة أو نفس القوة. يبقى هذه المواد الكيميائية اللي هترشها طيارات في طبقات الجو العليا هتقلل أشعة الشمس الهابطة إلى الأرض، وبالتالي هيقل الاحتباس الحراري، وده ممكن يكون حل لهذه الأزمة. طبعا ده كلام صعب جدا، مدى علميته محتاج نقاش، مدى إمكانية ده محتاج نقاش، ومدى تأثير ده على حاجات تانية. لو فكرت تحط مواد كيميائية تحجب أشعة الشمس أثره على الكائنات الحية من أول الإنسان إلى الحيوان إلى النبات إلى غيره، كل ده عايز نقاش. إنما ده معناه إنه في حالة إحباط عند ناس كتيرة في العالم نتيجة استمرار الاحتباس الحراري واستمرار التدهور المناخي وعدم تنفيذ الدول الكبرى الوعود التي طالما وعدت بها في دعم الدول النامية وخفض الانبعاث الكربوني. درجة الحرارة لما ترتفع حضراتكم بنلاقي إنه ده يؤدي إلى إن المية تزيد في هذه الدول الجزرية زي المالديف. لما المية تزيد أول شيء البنية التحتية ضاعت، الصرف الصحي ضاع والمية والكهرباء كل ده معظمه تحت الأرض، فالمية أول منسوبها ما يرتفع بتدمر البنية الأساسية، ولما ترتفع أكتر بتدمر حتى البنية السطحية اللي موجودة على سطح الأرض. في كل الأحوال فكرة إن ممكن دولة كبيرة مهمة وناس كتير بتحبها زي المالديف تختفي من الوجود أو تغرق بالكامل أو يشتروا أرض في بلد تانية عشان خاطر ينتقلوا إليها هي فكرة مروعة للغاية وفكرة مفزعة ومخيفة. وكمان طرح بيل جيتس إن إحنا ننثر مواد كيميائية عشان نمنع أشعة الشمس هو كمان طرح مغامر، ممكن ما يكونش الطرح الأفضل، لكن في كل الأحوال إذا استمر الانبعاث الحراري عند هذا المستوى هذا معناه أننا عالم في خطر، لابد من وقفة لمواجهة التدهور المناخي في العالم. شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.